وهنا تقول أني ما جاي أسوي دعاية، لأن شوفوا منطقة ما بي أحد ولا صوت انتخابي، بس بالنسبة للمصور اللي مشيلت صورتك خطية شنو ذنبه؟ هذا اللي دي يصور ليش طابعة على ظهر صورتك؟ ليش؟ زين؟ والسيارة اللي لازقة عليها صورتك الانتخابية ليش؟ شوفوا الفيديو. بالنسبة لهاي المنطقة مالتنا هاي متوزعة من 2001 اي الفلح كانوا مسيطرين عليها وزارعيها ومضيعين كل المراسيم مال المنطقة، فاحنا قاعد نعيد ترسيم المنطقة من جديد حتى يعيدون اهلها يرجعون يبنون بيها بناء على طلب اهلها. يعني من 2001 من 2001 متوزعة، يعني بعدين نسوي لكم شغل على مود الاهالي هنا يجون يقدرون يعني كسكن. المنطقة خطيرة ما يقدرون يقعدون بيها. هسه رسمناها المنطقة كل من يمدل القطعة مالته. اي بقى الرسم مال المنطقة شلون هسه كل واحد يعرف القطعة مالته. صح مو ابو حيدة؟ نعم. حتى لا تقولون بس على الشغلة الانتخابات ده نشتغل، باعوا ارض قاحلة يعني ولا صوت حصل، بس ده نخدم احنا ده نخدم الاهالي حتى يجون يقعدون بهذه المنطقة. مو حيدة؟ بالضبط. ما بيها شديتكم اليوم شفتيها المنطقة كلها مرسمة، يعني ما عندنا مقارنة بس هاي المنطقة. إن شاء الله هالأسبوع نبلش فيها يعني نخلص. أبو حيدة هاي شو يسموها المنطقة يعني حتى الأهالي يعرفون بالضبط هذه التعالبي خلف البزل يسموها. اي هاي الخلف البزل 5000 من رقم واحد لحد 5000 فيها 5000 قطعة أرض. من رقم واحد الحد؟ حد 5000 6000 قطعة يعني لأننا عد نهاية 5000 يعني. وإن شاء الله إيش كم يوم راح يبقى هنا نشتغل؟ والله إحنا تقريبا أنجزنا الحين يعني باقي قليل من عندي يعني بقى هذا البلوك وهذا البلوك. أبو حيدر الثعالبة، أبو حيدر 5000 جماعة الثعالبة 5000 مدى تسوين دعاية؟ عيني أبد مدى تسوين دعاية، أنت شعليك بالدعاية؟ 5000 على أرض قاحلة والصورة اللي على السيارة وهذا المصور المسكين اللي لازقة صورته على ظهر على لازقة صورتك على ظهره، ها شنو هذا أبو حيدر؟ 5000 ترى صوت أبو حيدر. جماعة الثعالبة شفتوني؟ شفتوني جماعة الثعالبة؟ أنتوا جهلة جهلة والله، ما تعرفون تسوون إعلان. ما شفت ولا مرشح يعرف يسوي إعلان. تعرفون ليش؟ ليه تروحون على أي واحد يلا يلا تعال صورني وعبالكم الناس قشامر؟ هذا واضح، هذا واضح استغلال الناس، هذا واضح استغلال أهالي الثعالبة، هذا واضح. هم دا يرسمون المنطقة، هم ناس بيشتريها بفلوسهم من 2001. انت شكو؟ انت شو راح تسوين؟ ايش راح تضيفين؟ ايش راح تضيفين مثلا؟ هسه انت رايحه هناك ايش راح تضيفين؟ ها شفتوني؟ انا اشوف رسم المنطقه، اوكي؟ المصور طلع لي هذا المصور الثاني لان صورتي على ظهره. ما تعرفون تسوون اعلان. جهله.